السلام عليكم. هذا النهار بغيت نقدم لكم طريقة عمل كونفيتير بمشماش. المهم هذا المشماش غسلته مزيان، نقيته حيت له الهلف، وشي وحدين خليتهم واحد ثلاثة ولا كيفاش نديرو لهم هكذا، كنحيدو الهلفة كنحطوها كنحطوها الهلفة الثانية هكذاك. السلام عليكم من جديد، حنا رجعنا معاكم. هذه هي الكمية ديال المشمش ديالنا، يلا داك 2 كيلو، 2 كيلو صافي. إذن غادي نديرو غير 2 كيلو ديال سنيدة، نفس المقدار كنديروه باش ما كيضيعلناش المشمش ديالنا. كونفيتير اللي نديروه في القاعي ما يضيعلناش على طول العام. يلا دابا نخلطو معاكم هنايا، نخلطوه معاكم طنجرة ديالنا. شحال ما بغيتو ديرو، يا 5 يا 10، باش كتجي النكهة ديال المشمش. كنديروها معاهم في الطنجرة ديالنا. منين عبرنا 2 كيلو إذا كنديرو نحطها المقياس ديالها سكر الخشن سنيدة. وإلا ما عندكمش سنيدة عندكم سكر نفسها كنستعملو، بقاو السكر نهرسو نديرو ونضربو في المشمش ديالنا. نفتحناها ونخويها، نخويها هنا نشرب هنا نستعملو 2 كيلو سنيدة مع 2 كيلو ديال المشمش. من بعد درنا الهلفات، غادي نخليهم يرقدو ليلة كاملة، ومن بعد نغطاوها، ومن بعد لغد ليل ان شاء الله غنطيبوها ونوريكم الطريقة ديالها. 2 كيلو ديال المشمش منقي مغسول، نحيدلو الهلفات. وشحال ما بغيتي ديري ديال الحلفات، يا 5 يا 10 يا 15، المهم باش تجيك النكهه ديال المشمش لا كونفيتير ديالك. السلام عليكم. هذا الكونفيتير ديالنا من بعد ما طاب، ولكن غادي نقول لكم الطريقه كيفاش درت وجدتو. في الاول درتو فوق النار مسطى، خليته على ما غلى. منين غلى بديت كنقص عليه، نقص وكنحرك، نقص ونحرك حتى كتحيد ديك الكشكوشه. من بعد كترجع ديك الكشكوشه في الاول، كنولي نحرك هكذا، نحرك نحرك، وديك الكشكوشه كتبدا تمشي. تنقص تنقص، وانا راني مناقصه على البوطه، منقصه وانا كنطيبها على نار مهيله مدة ساعة وربع، ساعة ونصف. إلا بلك عطات اللون، اللون صافي ممكن تحطيه. كتبداي عاوتاني تحركي تحركي باش ديك الكشكوشة اللي كتكون الفوق وديك البيوضية ما تبقاشي. هادا كتحركي هكذا 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 حتى ما كتبقى حتى حاجة، حتى نقطة ديال الكشكوشة. بنت لك مازال ما عطاش اللون، ساعه و15 دقيقه ومازال ما عطاش اللون، كتبقاي تزيديه واحد 15 دقيقه اخرى مده ساعه ونصف، مده ساعه ونصف. وانتيا على هاد الحال، من بعد فاش غادي يطيب الكونفيتير ديالك وانتيا على نار مهيله وانتيا مقابله، كطفي عليه وكتخلي خليه حتى يبرد، كتعقمي القراعي
كديري الكونفيتير ديالك. ومن بعد نوريكم شحال خرج لينا من قرها هكذا. يعني نعاود لكم الطريقه. كون في الاول كنشعلو عليه كيبات ليله كامله في الصباح، نسالي شغلي نشعل عليه في الاول النار مسطى ومده واحد 10 دقائق على ما كيغلى. من بعد كنبدا نقص عليه، نقص وانا كنحرك، نقص وانا كنحرك وما نغفلش عليه باش ما يفيضليش. نقص وانا كنحرك، وديك المده كامله ديال ديك ساعه وربع ولا ساعه ونصف، المده ديال انتهاء الطهي ديالو كنبقى مقابله باش ما يفيضلياش ويدي عليا سنيده والمشمش ديالي. ايوا هذه هي الطريقه، هذه هي الطريقه الصحيه وكدوم فوق السنه، فوق السنه. وجربوها ونتمنى تزعموا عليها وديروها، كتبقى مده طويله بدون مواد حافظه ولا مواد ضاره. وبالصحه والراحه. السلام عليكم. هذا الكونفيتير ديالنا من بعد ما طاب، ولكن غادي نقول لكم الطريقه كيفاش درت وجدتو. في الاول درتو فوق النار مسطى، خليته على ما غلى. منين غلى بديت كنقص عليه، نقص وكنحرك، نقص ونحرك حتى كتحيد ديك الكشكوشه. من بعد كترجع ديك الكشكوشه في الاول، كنولي نحرك هكذا، نحرك نحرك، وديك الكشكوشه كتبدا تمشي. تنقص تنقص وانا راني مناقصه على البوطه، منقصه وانا كنطيبها على نار مهيله مده ساعه وربع ساعه ونصف. الا بالك عطات اللون، اللون صافي ممكن تحطيه. كتبداي عاوتاني تحركي تحركي باش ديك الكشكوشه اللي كتكون الفوق وديك البيوضيه ما تبقاش. هانت كتحركي هكذا 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 حتى ما كتبقى حتى حاجه، حتى نقطه ديال الكشكوشه. بنت لك مازال ما عطاش اللون، ساعه و15 دقيقه ومازال ما عطاش اللون. كتبقاي تزيديه واحد 15 دقيقه اخرى، مده ساعه ونصف، مده ساعه ونصف وانتيا على هاد الحال. من بعد فاش غادي يطيب الكونفيتير ديالك وانتيا على نار مهيله وانتيا مقابله، كطفي عليه وكتخليه حتى يبرد. كتعقمي القراعي، كديري الكونفيتير ديالك. ومن بعد نوريكم شحال خرج لينا من قرها هكذا. يعني نعاود لكم الطريقه. كون في الاول كنشعلو عليه كيبات ليله كامله في الصباح، نسالي شغلي نشعل عليه في الاول النار مسطى ومده واحد 10 دقائق على ما كيغلى. من بعد كنبدا نقص عليه، نقص وانا كنحرك، نقص وانا كنحرك وما نغفلش عليه باش ما يفيضليش. نقص وانا كنحرك، وديك المده كامله ديال ديك ساعه وربع ولا ساعه ونصف، المده ديال انتهاء الطهي ديالو كنبقى مقابله باش ما يفيضلياش ويدي عليا سنيده والمشمش ديالي. ايوا هذه هي الطريقه، هذه هي الطريقه الصحيه وكدوم فوق السنه، فوق السنه. وجربوها ونتمنى تزعموا عليها وديروها، كتبقى مده طويله بدون مواد حافظه ولا مواد ضاره. وبالصحه والراحه. السلام عليكم. هذا هو المقدار ديال المشماش اللي درنا، جوج كيلو ديال المشماش مع جوج كيلو ديال سنيده السكر الخشن. هذا هو المقدار اللي عطانا، أربعة القراعي كبار كيدوموا سنه، كدور عليه سنه كيبقى
على حالو، درتهم في قراعي ديال الدجاج ومغلاقة ديال الحديد. عاد كنديرو غير تحت البوطاجي ولا شي بلاصه بارده، ما يحتاجش شي ثلاجه. ما الا كانت عندك المغلاقه د ميكا ممكن ديري في الثلاجه باش ما يخسر لكش، لان المغلاقه ديال ميكا كترجع عليه الصهد. ها هو المشمش ديالنا، تاكلوه بالصحه والراحه، ونتمنى تجربوه تقولوا لي في التعليقات كي جاكم، ونتمنى تابوناو معايا في القناه ديالي جود بريس، معكم ام جود. المهم هاد الوصفه رائعه بدون مواد حافظه، كتصلح للوليدات الصغار والكبار، ما صحيه ومفيده للصحه. تقدري ديري شي حاجه طبيعيه وعلى يدك. المهم كتخلي داك الكونفيتير ديالك حتى يبرد، عاد كديريه في القراعي ديال الدجاج. المهم هي يكون المغلقه ديال الحديد، وكونوا معقمين وبالصحه والراحه. يلا الى وصفه جديده ان شاء الله.